أمانة جدة تشكو كثرة الاعتداءات على منسوبيها خلال أدائهم لعملهم، واجتماع خليجي استثنائي بعد التدهور الأمني والسياسي في اليمن. وأيضا في أهل هذا المساء، الشورى يتساءل عن كيفية تفتيش هيئة التحقيق والادعاء العام سجون النساء بلا كوادر نسائية، وأرامكو السعودية تجمد مساهمة بوابة الذهب لأكثر من 12 سنة، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في هلا كما عودناكم. يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث شكت أمانة جدة من كثرة الاعتداءات التي يتعرض لها منسوبيها من قبل المواطنين أثناء العمل الرسمي وكذلك في داخل مقر الأمانة، إذ شرعت في تقديم شكوى لمحافظة جدة عن التعدي على أحد مسؤولي الأمانة في مكتبه من قبل أحد المواطنين. للتعليق حول هذا الموضوع يلتحق معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي بأمانة جدة الأستاذ محمد البقومي. أستاذ محمد، حياك الله معنا في يا هلا. خليني أبدأ معك، لو تحدثنا يعني وش اللي حصل في حادثة الاعتداء على أحد منسوبيكم في مكتبه، ومتى كان هذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولأخوة المشاهدين. بس ازاي تحفظ على موضوع كثرة الحمد لله الحالة، يعني حالة تعتبر فردية وما نقدر نعممها على كثير من الأخوة المراجعين يراجعوا أمانة محافظة. أما بخصوص الحادثة هذه فصارت يعني قبل فترة، يعني ليست قصيرة، يعني كان أكثر من شهر أو شهرين تقريبا. وكان في أحد الأخوة المواطنين عنده تحفظ يعني على المسؤول في الإدارة هذه، ولكن الموضوع تطور إلى تلاسم وبعد كذا يعني ما وصل للاشتباك أيضا. هذه الجزية برضه أحب أوضحها، لكن كان في تلاسم وكان في يعني شتم كذا، وتم اتخاذ الإجراء النظامي في هذه الحالات تسجيل الواقعة، وبعد كذا الإجراء الروتيني ترفع لمقام المحافظة وهذا ما تم يعني في الحالة. يعني أنتم قدمتوا شكوى لمحافظة جدة حول هذه القضية ولا غيرها من القضايا؟ ممكن في قضية سابقة معروفة هي حادثة البوكلين على في أرض عديات في منطقة الحرجات، هذه ممكن ثاني حالة تقريبا. الآن يعني ما في الاعتداء السابق وهذا بس؟ نعم الفترة هذه، نعم هذه الحالتين. طيب ليش الاعتداء بوجهة نظرك؟ طيب والله في هذه الحالة مثل ما قلت، يعني كان المواطن عنده اعتراض على موضوع يخص الطرق. طبعا الإدارة يعني عندها آلية معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية كيف يتم يعني إعادة تثبيت الطرق. طبعا هو ما كان يعني مقتنع أو عنده اعتراض على هذا، لكن الاعتراض يعني المفروض أنه ما يتخذ بهذه الطريقة مثل تهاجم المدير أو المسؤول في مكتبه وكذا. وفي عدة طرق، يعني مكتب معالي الأمين يوميا يستقبل المواطنين من الساعة 9 إلى 10. في طرق أخرى، في جهات رقابية ممكن تتقدم لها باعتراض بطريقة يعني نظامية يعني. طيب الأكثر الاعتداءات تجي من يعني ممن يتعدون على الأراضي؟ نعم الحالة السابقة نعم كانت تعدي على أحد الأراضي. نعم معظم الحالات مع أكثرها اللي صارت في الانتساب كانت تعديات على أراضي. طيب شكرا لك الأستاذ محمد البقومي المتحدث الرسمي في أمانة جدة، واللي وضح الموضوع التعدي اللي صار في مقر أمانة جدة على أحد الموظفين التابعين للأمانة والإجراء اللي اتخذته الأمانة في هالموضوع. فاصل قصير وبعد الفاصل نتابع احنا وياكم طرح ملفات يا هلا لهذا المساء.
We'll be right back.